خالص مش بتاعت حد. خدكوا واروح وحد يقولي هو ايه الحب يا نهال، بوس الايدين والرجول؟ لا لا لا، حب بريء من ده، مش ده الحب. واكيد استاذ محمود يتفق معايا في ده، مش ده الحب. حب اللي قالت عليه سوزان، حاجات اللي جوانا اللي بنحسها، مش كستات بس، كستات ورجاله، في حاجات جوانا كده احنا بنحسها عارفينها، عارفينها بينا وبين نفسنا، عارفين لو حصل لنا حاجه مين هيتأذي قوي، مين هيزعل قوي، مين حياته هتقف، مين مش هيقدر يكمل، مين مش هيعرف يعدي ده بسهوله، مين اللي طمران فيه العشره والتعب، مين اللي واخد باله من الشريك اللي معاه. كل واحده فينا بتبقى عارفه كويس. معنى كده الستات اللي ما اتبستش رجولها دول ستات ناقصات محبه؟ استحاله، بيتحبوا وبيتقدروا ومتشالين في العين وعلى الراس. مش كل واحده بقى بعد ما تشوف حلقتي تروح تقول له، تمد رجلها وتقول له بوس دي حبيبتي انا مش عايزه حوادث. نهدى يا جماعه.